لكن هي كلمات بسيطة، وبودي أن أقولها لكل فتاة، نقولها لها من قلب أم، نقولها لك أنا كأخت وكصديقة وكوحدة تبغي لك الخير، نقول لك اتق الله في نفسك، نقول لك يا أختي فلتعلمي أن رزقك والله العظيم إذا أراد الله لك أن يأتيك، فلو اجتمعت كل الأمة على أنه ما يجيكش، ربي سبحانه يقول يأذن له، والله العظيم أن ربي يدي لك المعجزات. ولو تنازلتي عن كل شيء، ولو أعطيتي هذاك الشاب كل شيء، ولو فتنتيه الليل بالنهار، والله إذا ما ربي سبحانه أذن أنك تديه، والله العظيم ما تديه. فأنا لن أقول لك أنه ممكن ما يأذلكش، لا، نقول لك حاولي ابحثي عن الرزق بالحلال. والبنات نعاود نكرر لكم نفس الكلمة اللي تسمعوها مني كل مرة وتوافقوني عليها في كل مرة نقولها لكم، هي أنه لو كانت السعادة بالمعاصي لكان شباب زماننا كلهم سعداء، ولو كان الزواج بالفيسبوك لكانت كل فتيات زماننا متزوجات. ومشي معناها باللي إذا شفتوا مثلا واحدة مثلا تزوجت بالفيسبوك أو كذا وكذا معناها أنها مرتاحة. فأنا نقول لك بحثي على رزقك بالحلال، بحثي على رزقك برضوان الله. رجاي ال 14 فيفري احذري انك تتنازلي على قيمكم ومبادئك بواطا شيكولا، احذري انك تتنازلي على قيمكم ومبادئك ودينك بدبدوب احمر، احذري انك تتنازلي على اخلاقك وقيمتك كأنثى وكإنسانة، ربي صانك وعطاك قيمتك وقدرك، انه اللي بغاك انت الصح يبذل كل جهده انه يجيك للدار ويشرفك والناس كلهم عارفين وأهلك كلهم سعداء وفرحانين، انت تبدليها بأنك تكوني في الظلام وبأنك تكوني في الحرام. وبأنه تخيلوا معايا البنات البنت اللي تضيع شرفها عياذا بالله وتتنازل عليه، على بالي بلي ما تنازلتش عليه بهكا بخاطرها، تنازلت عليه لانها سمحت للخطوة الاولى ان تكون خطوة فخطوة فخطوة، يجي واحد المكان يصعب على الانسان التوقف. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل صراطا مستقيما وحوله ستور مرخات، وقال لك كاين واحد الداعي على جنبات الصراط ستور مرخات، ايوه يقول قول له هذاك الداعي إياك أن تفتح فإنك أن تفتح تلجه. أنا نقولها لك، نقول لك إياك أن تفتحيه فإنك أن تفتحيه تلجه. وقادرة ولوج مش سهل، يعني أنك تتوقفي في النص وكأنك راكي في زليقة وصلتي للنص وصعيبة أنك تشدي روحك. فنقول لك كنترولي روحك في البداية أسهل، وهناك قلنا يعني هناك بعض البدايات عاقبتها مرة، كاين بدايات عقبتها مره وتتمني تقولي ليتني لم ابدا. شحال من وحده وحده والله يا البنات بالكلمه يعني بالحرف الواحد تقولها لك، تقول لك وكان كنت عارفه هذا العذاب كله يسرالي والله ما نبدا، لانه في البدايه تكون تخيلات تكون احلام وتكون امال وتكون مستقبل مرسوم، وفي الاخير يحرمك سعادتك الان ويحرمك سعادتك فيما بعد، حتى سعادتك من بعد لما رب العالمين يجيب لك زوج صالح ما تقدريش تسعدي، لانك بديتي تقارنيها بشخص كذاب بشخص منافق بشخص، انا يعني استغفر الله اني نعت شخص بانه منافق فنعتذر على هذه الكلمه، بشخص كذاب. وهذه كاين منها، يعني انسان قادر يقول لك نفس الكلمات تقولي انت انا اغلى وحده عنده، وهو راه يقولها لهادي ولهادي ولهادي. وثاني باش ما نكونوش باش نكونوا منصفين، ايضا شباب الامه يعانون، يعني راه عنده الفتن، عنده الاباحيات، عنده المحرمات، يكفيهم ما لديهم من فتن. قولي انا يستحيل ان نكون حائط او جدران بين عبد وربه، على بالي بالنسبة لي الكلام تاعي قاسح، وعلى بالي بلي ممكن هذه الكلمات ما توافقش هواك، لكن سمعيها وقولي حتى ولو كنت مذنبة، حتى ولو كنت مخطئة، فعلى الأقل نسمع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كاين فرق بين حتى اللي يسمع ويعرف بلي راه مقصر بصح يحط ودنه ويقول يا ربي أنا راني مقصرة وفقني، وكاين اللي يقول أنا ما نسمعش أبدا. وش درك انه هذيك الكلمه اللي راكي تسمعها هي رساله من الله؟ وش درك انه هذيك الكلمه تقول لك حذاري واحتاطي لعل في الامر صعوبه، لعل الله يريدك انك حتى هذاك الامر اذا بغيتي تديه ربي راه باغيك باش تديه بطريقه ترضيه، بطريقه اللي انت ما تتهلكيش فيها، انت اللي ما تتاذيش فيها، اللي انت ما تتنازليش فيها على قيمك ومبادئك. احذري انك يوم الكاتورز
تمشي تخرجي وتلبسي حاجة حمراء. احذري أنك تطيحي بنفسك وبقيمتك كفتاة مسلمة صالحة وتمشي تلبسي حاجة حمراء. كل شاب يجي فايت يشوفك على أنك سهلة، يشوفك على أنك تقولي له هيت لك. وشوفوا إذا كان سيدنا يوسف يا البنات قال لما راودته التي هو في بيتها عن نفسها، ربي قال أنه قالت هي بفمها ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هل تتوقعوا يا البنات شبابنا الضائع الضعيف الفقير المسكين المهلوك عنده قدرة أنه يكون كما سيدنا يوسف ويستعصم؟ يستعصم لما يشوف وحدة البنات، والله العظيم اخترت كراني نجي خارجها هكا ونشوف، والله الذي لا إله إلا هو، نقول يا الله يحسن عون النبي صلى الله عليه وسلم كيفه كان عايش، كيفه كان يشوف هذه المنكرات. إذا كان أنا الضعيفة المذنبة نتألم لحال شباب أمتي كي نشوفها كما هاك، ما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم كي كان يقول له رب العالمين فلعلك باخع نفسك على آثارهم، قال له إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك قريب تقتل نفسك يا محمد قلقا على ذنوبهم ومعاصيهم وخوفا عليهم. فأنا نوصي كل بنات نقول لك تفكري هذا الشباب، ادعي له في سجودك تدريجيا لما تبدأي تفكري في حال شباب الأمة، تبدأي تحاولي أنك تخمي فيه كفرد من أفراد أمتك، والله العظيم تجيك صعبة أنك تحاولي تفتنيهم. وقولي وثقي والله العظيم كثيرات بدلت جهدها أنها ما تكونش فتنة، ورب العالمين سبحانه جاب لها رزقها حلالا طيبا إلى أمامها. وشحال من وحدة ووحدة ترموا لها الأرقام وتعاكست منه ومنه ودارت من العلاقات وفي الأخير ادت ألم داخلي، وممكن في الأخير تزوجت وحرمت السعادة. على بالك قال لك إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، علاه لا شباب لا فتيات ولاو يشكو من كثرة المشاكل بعد الزواج؟ تعرفوا علاه؟ بسبب كثرة المقارنات. أنه أنتي تشوفي إنسان يعني كان يجيك متجمل، إنسان كان يحاول كل جهده أنه يوريك أحسن ما فيه، ثم تجدي أنك مع إنسان بذل جهده أنه يجيك كزوجة، بذل جهده أنه يبذل لك، لكن تلقي روحك ترفضي هذا والثاني والثالث والرابع والعاشر، إلى أن تجدي نفسك في وقت تتمنى يزوج واحد وما تلقاه. هذا كله لماذا؟ لأنك كنت حاطة أملك في شخص ممكن هو أصلا لا نية له في أن يكون لك زوجا. وإذا كان تأكدي، إذا كان أي واحد يكون ناويك كزوجة، والله الذي لا إله إلا هو، بقدر ما كنت يعني عزيزة، خلوني من عزة رضوى وكلماتها وأمثالها، لا، قصد العزة الحقيقية نتاع المرأة اللي تنبع من الداخل، من شخصيتها كمسلمة، اللي تنبع من جهاد، أنا راني نجاهد نفسي باش ما نعصيش ربي، باش ما نكونش يعني ما نكونش جدار بين عبد وربه، باش ما نآذيش وما نتآذاش، باش ما يجيش واحد النهار ونتكسر. وعلى بالكم إذا كان وحدة مثلا وصلتها ميساج وقالت لا في أول ميساج مع أول خطوة، ثم وحدة أخرى لا، جهة صعيبة لكن ماشي بقدر اللي أكسبتات وردت ودارت علاقة وتعرفت به، ولا اللي هذه جهة صعبة أصعب من وحدة غير وصلتها ميساج وقالت لها ما نردش، والأخرى اللي توشات ودارت يعني جلسات يعني وتقابلوا وجها لوجه، هذه الجهة أصعب وحدة عياذا بالله. فكل ما الإنسان تقدم بزاف كل ما تجي صعوبة الأمر أكثر وأكثر. فأنا نقول لك هنالك بدايات عاقبتها مرة، فاحذري، لأنه لو عرفنا بعض النهايات لتجنبنا الكثير من البدايات. فنقول لك بدايتك إذا راح عندك شخص في قلبك وأردتيه اسأل الله، وربي على كل شيء وكيل، قومي الليل استغفري ذكري ربي ادعي وقولي يا رب أريد هذا الأمر وانت اللي توفقني له. لكن أنك تمشي تعصي وأنك تديري هذه وهذه 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 وتهلكي نفسك وقلبك وتهلكي مشاعرك ووقتك وتخوني ثقة والديك وثقتك في نفسك، نفسك أنت لما تجي تحط روحك على راسك على المخدة تحسي روحك مقصرة، يا الله لو كنت تشوفي طعم وبنت أنك تتوقفي على أمر ابتغاء مرضات الله. ممكن في بدايات يجيك صعب، لكن طعم الانتصار وطعم أنك قدرتي تكونترولي روحك والله العظيم عنده بنة خاصة.
صعبة في البداية، لكن والله العظيم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قالك من ترك شيئا لله عوضه الله إيمانا يجد حلاوته. تعرفي وش معنى الدوقي حلاوة الإيمان؟ الدوقيها، لأنك تركتي أمر لله. طبعا قلت لكم في البداية تجيك صعبة، ولا نقول صعبة البنات، صعبة لأنه وقتك الجميل اللي كنتي تقضيه معه، لأنه تقديرك لذاتك اللي كنت تحسيه معه. أحيانا كثيرة هذا الحب يكون حب ذات، حب ذات، حب أني نحس باللي أنا مرغوب فيها، حب أني نحس بأنه كاين إنسان يهتم بيا، حب أني نحس باللي وقتي راني لاقية باش نعمره. كل هذه الأمور فيها غالبها أنانية. ثم أنسى، أنسى أن الله مطلع، أنسى أن رزقي بيد الله، أنسى أن ربي سبحانه لو كان يقول لي الشيء يكون سيكون رغما عن الجميع. وإذا ما قدروش ربي لو كان نتنازل على كل شيء لأجل أن أرضيه فلن يرضى. فجربي اللحظة اللي يقول لك خاطرك روحي هضري معاه، ولا أكسبتيه، ولا ديري أي عفسة باش تجلبي قلبه، قولي إني أخاف الله رب العالمين، على بالي يا ربي أنا توقفي عن هذا الأمر أولا هو ابتغاء مرضاتك، ولعل أنا فعلته ابتغاء مرضاتك وانت حميتني به من شر قادم محتوم، ولعل أنه أنا فعلته ابتغاء مرضاتك فأنت الذي تعلم السر وأخفى وتعلم الغيب وتعلم ما ينتظر يعني في القريب العاجل أو في البعيد، تعرف وش راه كاين وتعرف وش راه يخطط لي، تعرف وش راني عزيزة صح ولا كذوب، تعرف وش راه كاين في الغيب، فأنت الحكيم الخبير. إذا رأيت أن هذا شخص يستاهل فيا ربي بكل مرة صبرت عليها أصلح لي وأحضره وجيبه بالطريقة اللي ترضيك. أما يا ربي إذا رأيت أن في الأمر مكرا أو سوءا أو أمرا نولي والله العظيم كاين اللي والله في لحظة بعد يعني أمور كبيرة تولي تقول لك يا الله لو كان غير حبس وكان غير ما بديتش ونديب هادك، وهذه الكلمات نتاع الاسى تتمني تقولي لو كان هاد الفتيات يتطوعوا ويقولوها للناس على الاقل انا ابتليت، على الاقل البقيه يدوا مني درس. فانا هنا لست ضد مشاعرك، وانا هنا لست ضد فرحتك، وانا هنا لست ضد انه انت تعيش حياتك، لكن نقول لك والله العظيم زمان كانوا الكبار العاقلين يقولنا تبع راهي مبكيك ما تبعش راهي مضحكك، لانه احيانا كثيره نبغوا نعيشوا في واحد الكذبه حلوه وما نبغوش نعيشوا في الحقيقة المرة. وأحيانا كثيرة لما ترضاي بالحقيقة المرة يجيب لك ربي سبحانه كل شيء في صالحك لأنك عرفتي مصلحتك. ولما تبغي تعيشي في ديك الكذبة الحلوة تلقي روحك ضيعتي سنوات وضيعتي عمر لا تزول قدم عبد. سمحوا لي البنات، لابد أن نذكر أنفسنا دوك الإخوة الأشقاء في سوريا تركيا الابتلاء هذا اللي يصرى لهم، ماشي معناها لأنهم هم سيئين، لا، ابتلاءات الأمة العامة تصرى كعقاب للأمة عامة، لكن الصالح ربي سبحانه يبعثه على صلاحه، والطالح ربي يبعثه على خطأه. لكن كيرا ربي يورينا هاد الأحداث هذه، يوما ما كانت كورونا في الصين وقلنا بعيدة، لكن في الأخير جات حتى لعندنا، ما يدريك عياذا بالله. أنا نقولك واش هادو قاع كانت عنده تخطيطات، هادو قاع كانت عنده أهداف، كل واحد فيه كان عنده حلم، كان عنده هدف، كان عنده خطة، كان عنده رسم خطة ممكن لسنوات، ثم جاء ضربة واحدة نسفت كل شيء، فشتان بين واحد كان يخطط للخير وبين واحد كان راقد على معصية. فأنا نقول لك كوني عونا لعباد الله على طاعة الله، واللحظة اللي تشوفي أنت نفسك راكي في امتحان، أنت نفسك ما تبغيش واحد يجي هكا في طريقك يفتنك ويضيع لك وقتك وقلبك وأحاسيسك، وفي الأخير لن يكون لك. هذا واش نقول لك، نقول لكم يا البنات كيما راهو الشباب ينصحوه يقولوا لهم باللي أترضاه لأختك ويقولوا له خموا على أخواتات الناس، أنا تاني نقول لكم خموا على أزواجكم في المستقبل، خموا على ولادكم في المستقبل، خمي على باك، خمي على اخوك، وتخيلي كاع هاد الشباب تاع الامه هما زوجك المستقبلي. لانه على بالي اي امراه اللحظه يعني تكون فتاه تكون تتجمل وتصيد الف واحد برا ما على بالهاش، تلبس مدى بها الجميع يشوف فيها ويتخلع، وهي لا تعلم انه هذاك اللي يشوف فيها هو اخو امراه، وهذاك اللي يشوف فيها هو زوج امرأة، وهذاك اللي يشوف فيها هو ابن امرأة. هي راها تفتنه لا شعوريا فقط لأنها تريد أن ترى نفسها جميلة مثلا،
لا، شعورك بذاتك لا يعني أنك تفتني غيرك، شعورك بذاتك لا يعني أنك تضيعي شباب الأمة، شعورك بذاتك لا يعني أنك تبعي هواك فيضلك عن سبيل الله، ثم تجدي أنه في الأخير لو كان جات بالمحاولات لو كان قاع البنات راهم متزوجات، ولو كان قاع البنات راهم مختارين أحسن شيء. لكن هل يا ترى واحد بعد الثاني كسرة بعد الأخرى وكأنها امرأة طلقت 20 مرة، نفس المشاعر تاع إنسانة مطلقة تعيش وحدة في عمرها 15، تعيش وحدة في عمرها 16؟ يؤلمني هذا، ومن حقكم علي أني نهضر هذه الكلمات باش نقول رب العالمين ألا هل بلغت اللهم فاشهد. فالكذبة نتاع اللوبركاليا اللي كانوا يديروها يعني زمان في وقت الرومان في وقت قبل المسيح بسنوات كثيرة، كان هذاك الكفر لما الإنسان كان بعيد، كانوا كيما نقول كلها أنا نجي نرجع للزيرو ونمشي لموسم الخصوبة، أنه مرأة تجرب لمدة سنة، إذا بغاها بغاها وإذا ما بغاهاش يتيريها ويقيسها. هذا هو كان عيد الحب أو الفالنتاينز داي، هذا هو كان اسمه اللوبركاليا. ثم لما دخل قسطنطين لهذيك المسيحية حول الساترناليا، حولوا إلى الكريسماس، أو حولوا إلى الكريسماس، وحول اللوبركاليا إلى فالنتاين، وحول لنا الأعياد الوثنية إلى أعياد ذات صبغة دينية مسيحية وعندها معاني الحب وما نعرف واش. فلهذا نقول لك حتى كمرأة، ليس اليوم الذي تهدي فيه لزوجك هدية، ماشي النهار اللي تعطي هدية، لا لا لا، شوفي لك نهار فاجئي زوجك بلا أسباب مرة على مرة بلا ما تحتاجي أي يوم تديريه. كوني المرأة الصالحة اللي تفرحيها بلا أسباب، قال هكا كما تديريها لأولادك بلا ما تحتاجي تديري لها يعني حاجة واحدة أخرى اللي ماهاش كاينة. فهذا هو كانت كلماتي، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، أسأل الله أن يكرمنا بمرضاته وأن يسعدكم وأن يوفقكم وأن يجزيكم على سماعكم خيرا. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت مجرد كلمات من القلب إلى القلب كي أقول فيها لله ألا هل بلغت اللهم فاشهد، لأن المنكرات اللي راها تسرع يعز علينا أن نشوفوها وإحنا ساكتين ما نطقوش. فألا هل بلغت اللهم فاشهد.